تفتكر الكلام ده كويس؟ خبراء علم النفس هم اللي دلوقتي مع الهاكرز، هم مع الشركات اللي بتوجه الرأي العام، هم في علم البيج داتا اللي هو المعلومات الضخمة. المعلومات الضخمة دي اللي هي بتستهدف الشباب دول، الشباب اللي قاعد دلوقتي. بص الراجل بص في عينيا، يعني انت الكلام ده بتسمعه فين؟ انت المعلومة مش موجودة اصلا كبوست البيج دي، ولا في بوست معلومة كاملة. انت اللي بتستقي المعلومه من خلال الكومنتس، اللي واحد زيه زيك هو اللي بيحط المعلومه. ودلوقتي انت بتكلمني من قلبك عشان مقتنع وخايف ومرعوب سنك صغير، فبتنقل الحدث ده وعمال تعمل شير، فبتعمل فوضى، وهو ده الحرب اللي احنا فيها دلوقتي. اشكال بقى مخيفه، اشكال مريبه، كاركتر ده كاهن. اشكال على السوشيال ميديا، اعتقد انه مش بيتكلم عربي. اشكال على السوشيال ميديا يعني منتشره، يعني انا مش عارفه هتواصل معاه ازاي في الحلقه، بس نوازي غاليرا كابيرون عاري صنع فيتا ما او صوت تا دو هاو كوكي علما صوزان. انت شفت الكلام ده قبل كده؟ نواس شفتوه؟ ليه فيديو على اليوتيوب صح؟ انا اول مره اشوفه. اللي شفته على اليوتيوب ليه فيديو؟ ما عندنا الفيديو بتاعه. طيب تكلم، ما تكلمش عربي؟ ظاهره تجتاح مصر. يعني اجوا يخترقوا. هو ده بقى الكاهن اللي بيخدم الشيطان؟ هو ده. هي ده اشكالهم مش كده؟ انتوا مبين عليكم متصفحين جدا وبتقروا. هو بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ ترجموا بقى اللي بيقوله. الطلاسم وال الصوت بتاع دوهاو كوكي علما صوزان. Nossa, que da hora, galera. Bati na fita, hein? طب هو دلوقتي في اي طلاسم بقى بيعملها ولا ايه؟ ولا هو قاعد بيعمل ايه؟ ليهم بقى حركاتهم. هو بس قاعد بيعمل ايه بصوابعه؟ ليهم حركاتهم كده. هو المترجم بتاعه بره بس شكله اوحش منه، شكله اوحش مني. مش عارف يعني، هل المناظر دي والطلاسم دي يعني نوازي غاليرا كابيرون عاري صنع فيتا ما او صوت تا دو هاو كوكي علما صوزان. Que da hora, galera. Bati na fita, hein? طيب عشان الناس تتفرج. ده من خلال برنامجك. ده على موبايلات الناس. الناس تشوف. وعلى التابلت. ادي المناظر اللي بيتبعوها. وادي المناظر اللي بيروحوا علشان يتجندوا في الصفحه علشانها. هو ده بقى يعني، هل الشهره اللي هم ماشيين ورا الموضه ورا السرعه دي، هل دي المناظر دي اللي الناس هتحترم الشباب لما يمشي وراها؟ هل دي مناظر الشباب لما يمشي وراها نحترمه؟ لو عايز تاكيد على معلومه، البيج صفحه بتنشر بوست غير مفهوم طلاسم، فالشباب بتجتهد ان هي تفسر الطلاسم. والتعليقات اللي بيقولوها الشباب دلوقتي هنا في الاستوديو دي كومنتس، تعليقات. هاتوا لنا، هاتوا الكاميرا على ايديه ووروا ال التخاريف اللي على ايده. على
على حسب الثقافه وعلى حسب الوعي. حضرتك كل مرسوم على ايديه ده كل مرسوم على ايديه ده الرموز بتاعتهم رموز عاديه. يعني ايه صليب رموز صليب معكوف ده حضرتك اسمها العين السادسه. العين السادسه. طب بترمز لايه؟ دي رموز بتاعتهم. هذاك اللي هو السليم المعكوف ده كان من زمان اللي هو المفروض دوت اللي هو لاله القمر اللي هم طبعا ماسونيين. انت بتذاكر اكتر ولا بتعرف الكلام ده؟ يعني انت ايه اكتر؟ انا مذاكرتي على جنب ودي على جنب. دي حاجه ودي حاجه. انا اللي هو ايه مش يعني انا مش عشان بفهم. طب انت مصدق طيب بما انك دي تجربه شخصيه عليك انت مش مصدق دلوقتي ان في شاب بنفس السن برضه عمل لايك للبيج وعارف نفس الكلام بتاعك؟ مش مقتنع انت بس اللي عارف؟ حضرتك لا انا مش انا بس اللي عارف بس في ناس بتخاف يقول لك في حاجه غلط احنا هنعمل حاجه غلط. ما احنا مش ما بنعملش حاجه غلط عشان معلش ثانيه واحده هو احنا ينفع يا جماعه ننزل الفيديو؟ ينفع؟ طيب انا اللي عايزه اقوله انه يا استاذ وليد انت بتدين كل واحد بيفكر طبعا ان هو يعمل ترويج طبعا طبعا ده مرهق واللي موجودين على الصفحات دي واللي بيحاولوا يبينوا اولا دول الكل اللي انتوا بتشوفوه سواء الكاهن ولا الشيطان ولا الخدام. اولا ايه الخدام دي؟ يعني ايه وظيفتهم؟ ايه الخادم رقم 9 والخادم رقم 13؟ هقول لحضرتك وظيفتهم ايه؟ الخدام دول اللي بيسمعوا الكلام بياخدوا الكلام من الكاهن بتاعهم او القديس. حضرتك عاملين زي الطبقات. طبقات كل ما بتعمل حاجه بتنفذ الاوامر بتاعتهم بشكل اسهل. يرقوه. تمام. طب انا حاسه ان انا في فيلم هندي. يعني يا استاذ وليد يعني هل احنا وصلنا لمرحله الحرب الفكريه ان هو اصابه الشباب ايوه بالطريقه دي وبالغباء ده؟ الناس على الصفحه يعني بيطلبوا مننا دلوقتي اننا ندخل مترجم علشان المترجم اللي معاه بره عشان عايزين يفهموا هو ايه ونعمل معاه حوار. تمام.